مضاد كورونا. وغذاء اليوم هو البصل. سواء كان البصل الأخضر أو البصل اليابس مثل ما نحن منقول عنه، هو غني جداً بالمواد المضادة للأكسدة والبكتيريا والالتهابات والفيروسات، لذلك كتير اقترن بدعم جهاز المناعة. بينتمي إلى مجموعة خضروات الأليوم المشهورة بهيدا المجال. وهون بدنا نعرف كلما ازدادت حدية البصل معناتها ازدادت فوائده وتركيز المواد المنيحة فيه. ننصح بتدخيله مع السلطات أو الشوربات، كل ما كان نيق ناخد فوائده أكتر. مضاد كورونا مع أخصائية التغذية ضحى خروب.